خطط وإنجازات عديدة في مجال العمل التطوعي حصيلة جد ومثابرة لجمعية فرح لدعم أطفال السرطان التي تعقد اجتماعها السنوي لمناقشة أعمالها في الأعوام الماضية ووضع خطة عمل للعام المقبل. كانت الأعمال اللي انوضعت بسنة 21 كانت محددة، إلا أن تجاوزت هاي الأرقام بسنة 22 بأرقام كثير كبيرة. سنة 23 كانت أرقام كثير كبيرة تجاوزت التوقعات بالنسبة للعمل الإغاثي والإنساني للنظافة، بالنسبة للأعمال الحرائق وأعمال الزلزال اللي تمت، إضافة لأعمال خدمات أمراض السرطان وأمراض الدم. الخطة ال 24 هو بلشنا تأسيس ثلاث برامج هلا رح تبلش تنطلق حتى نهاية 23 وندخل 24. هو أول شيء إحداث مركز سرطان الأطفال إن شاء الله بال 24، وهذا الهدف الرئيسي بالنسبة لنا. رحنا إن شاء الله بدنا نزيد عدد المتطوعين، بده يكون في عنا أقسام تانية، الأطباء المتطوعين، الكل إن شاء الله يكون موجود معنا. مؤسسة فرح للسرطان الأطفال بدأنا فيها بسنة 21 وأعطت إنجازات كبيرة كثير في سنة 21 22 و23، والحمد لله عم تعطي نتيجة كويسة وكل ما لنا إن شاء الله لقدام. هم بحضور مديرية الشؤون الاجتماعية والأعمال أطلقنا ثلاث فعاليات، دفا وحبة شفاء وبالعافية، وكنا كتير مبسوطين انه عم نأدي واجبنا ونجدد عطائنا لجمعية فرح. نحن بلشنا ب 2021 والحمد لله الحمد لله التوقعات كانت كتير كويسة واكثر من اللي تمنيناه، يعني بنتمنى هسه ان احنا بدنا نقدم الافضل، اكيد رح نحاول نقدم الافضل، وهالسنة رح تكون ان شاء الله حلوة علينا وندعم الاطفال السرطان بفتح مركز شامل بكذا قسم ودكاترة مختصين. مساندة ودعم من قبل جمعية فرح للأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم تهدف للوصول لكل طفل في الجمهورية العربية السورية.